دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. الملك يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. احتراق شاحنة يغلق طريق العقبة الخلفي. إطلاق مؤشر قياس النزاهة في مؤسسات الإدارة العامة. أمانة عمان التنقل بين خطي الباص سريع التردد مجاناً. شرط تسجيل عددات الكهرباء بأسماء القاطنين بعيداً عن أهاليهم للاستفادة من الدعم. الاتحاد يرد استئناف الفيصلي ليواجه الحسين إربد بلا جمهور. أجواء معتدلة اليوم وفرصة لهطول الأمطار غداً. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.